في هذه المحاضرة راح نتعلم على مهام عظيمة جدا من دون استخدام أي معادلة. عندنا مجموعة من الدرجات وحبينا نغير هذه الدرجة إلى نتيجة، يعني إذا 50 فما فوق راح يكون ناجح، وإذا أقل من 50 راح يكون راسب. طبعا الطريقة سهلة جدا من خلال كتابة هذا الكود. طبعا هذه هي الصيغة راح نعتمدها في النتيجة. جيد، الآن راح نجي نحدد هذه الخلايا، وطبعا نضغط كليك أيمن ومن ثم تنسيق خلايا، نجي إلى مخصص، وطبعا راح نمسح جنرال ونغير انجليزي، ضروري جدا نتأكد انه انجليزي. نعم، الآن راح نكتب اللي هو القوس المربع طبعا من خلال حرف الجيم وحرف الدال، ومن ثم نضغط على شفت وطاء، من ثم الفارزة المنقوطة اللي هي كاف بدون شفت، ومن ثم شفت وطاء مرة أخرى. طيب الآن راح نجي بداخل هذين القوسين المربعات، راح نكتب أكبر اللي هي شفت وزاي يساوي 50، أكبر أو يساوي 50، وبوسط القوسين الصغيرين اللي هي علامة الاقتباس نكتب هنا ناجح، وبوسط العلامة الثانية نكتب راسب. طبعا راح تنعكس كلمة راسب، لا بأس، المهم احنا نكتبها بنفس مكانها الصحيح، ومن ثم موافق. اذا الاحظ انه عندي هنا ناجح ناجح، وعندي هنا طبعا راسب، مع العلم انه الدرجة والرقم راح تبقى كما هي، فقط انه العنوان راح يتغير.